السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على أنفسنا. بسم الله على ديننا. بسم الله على أهلنا. بسم الله على أموالنا. بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. اللهم يا رب العالمين، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، حصنا أجمعين من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم حصنا من أعين الإنس وأنفس الجن، إنك على كل شيء قدير يا ربنا يا خالقنا. إننا نوحدك ولا نشرك بك شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على كل شيء قدير. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فدة الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. طارقا يطرق بخير. يا الله يا الله، اللهم إنا بك نعتصم وإليك نلجأ من شر كل ذي شر. يا رب بك نعتصم وإليك نلجأ من شر كل ذي شر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا
مما يكاد لنا. اللهم إنا نعود بك من أشيعهم، نعود بك اللهم يا ربي من شر خلقك، نعود بك يا أرحم الراحمين من شر الكائدين وجنودهم، نعود بك اللهم يا رب العالمين من شر الحاسدين، اللهم نعود بك من شر الخلق أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت. اللهم أنت عضدنا وأنت ناصرنا، بك نحول وبك نصول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم تحصين أجسادنا، نسألك اللهم وتحصين أجساد أهلنا وأولادنا. اللهم نسألك تحصين كل من يهمنا أمرهم، ونسألك تحصين أجساد كل المؤمنين والمؤمنات أجمعين، المؤمنين والمؤمنات أجمعين. نسألك اللهم تحصين الأماكن التي ينبت فيها، والأماكن التي ينتقل إليها، والأماكن التي نعمل بها، والطرق التي نسير فيها. اللهم حصنا في أجسادنا وفي بيوتنا وفي أماكننا والطرق التي نسير فيها. اللهم يا رب العالمين عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وكل أجسادنا. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، حصنا أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ورفع الله عنا السوء، رفع الله عنا السوء ورفع عنا الأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع عنا السوء والأذى بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم حصنا بحسنك الحصين، اللهم حصنا بحبلك المتين، اللهم حصنا من كيد الكائدين، وحصنا من حسد الحاسدين، وحصنا من سحر الساحرين، وحصنا من ظلم الظالمين، وحصنا من عبث العائبتين، وحصنا من تسلط المتسلطين، وحصنا من شر الخلق أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم وانصرنا على من بغى علينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، رد عنا كيد الكائدين، رد عنا مكر المكريين، رد عنا حقد الخائدين، رد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا جور الظالمين. يا رب العالمين، يا ذا السلطان العظيم، يا ذا المن القديم، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، اصرف عنا وعن أهلنا عيون العائلين. اللهم احفظنا بحفظك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا واحفظنا يا رب. نسألك أن ترعانا وتنظر إلينا رحمة، نظرة فيها رحمة، إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك يا مولانا من شرور أنفسنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها يا أرحم الراحمين، يا غالبا على أمره، يا قائما فوق خلقه، يا حائلا بين المرء وقلبه. حل بيننا وبين الشياطين والأرواح الخبيثة وكل أصحاب الضرر والأذى. اللهم يا رب العالمين، انزع منا الأذى وما لا طاقة به من خلقك أجمعين. اللهم تحصنا بك، تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العزة والجبروت. اللهم توكلنا عليك يا ملك يا حي يا قيوم، يا من لا ينام ولا يموت،
وتحصنا بسنة رسولك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنا مما نخاف ونحذر، اللهم أمنا مما نخاف ونحذر، نعوذ بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا مولانا من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور، نعوذ بك يا ربنا من النفاق والحسد والبغضاء، نعوذ بك يا ربنا من الحقد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، يا لطيفا بعباده ارحمنا. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا رب العالمين ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا الشقاء، وادفع عنا المحن، وادفع عنا سوء الفتن، وادفع عنا الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا رب نعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من الذلة، ونعوذ بك من القلة، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بالقرآن العظيم، واحفظنا ببركة سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صفيك وحبيبك شفيعنا يوم الدين سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم اسقنا شربة ماء من حوضه الكريم لا نضبأ بعدها أبدا. اللهم أدخلنا معه الجنة واجعلنا بجواره يا أكرم الأكرمين، وبارك اللهم في آل بيته وأصحابه، واجعلنا يا رب في زمرتهم. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.